exercise problem رقم 3.4. بيحكي لك انه نفس الاكزامبل 3.4 راح يكون عندنا بي موس بنفس الكونفيجريشن which is the voltage divider. خلينا نعيد نرسمه ثاني مره. اذا عندنا هنا سورس وهون عندنا درين, عندنا هنا voltage divider مكون من R1 R2 وعندنا هنا VDD وعندنا هنا RD وهان ground. تمام. للترانزستور نفسه هو ترانزستور من نوع PMOS. PMOS له VTB threshold voltage يساوي لنا ناقص 0.6 فولت, وله KB تساوي لنا 0.2 ملي أمبير لكل فولت تربيع. اوكي, إذن هذه النقطة هنا عندنا source وهنا عندنا gate وهنا عندنا drain. المعطيات هي كالتالي, هو بقول لك استخدم VDD تساوي لنا 3.3 فولت, بقول لك استخدم R1 بارلل مع R2 تساوي لنا بده إياها up to 300 كيلو أوم. كمان من المعطيات بقول لك بدي أعمل لي ديزاين أو جد قيمة R1 R2 RD in which حيث إنه يطلع لي IDQ تساوي لنا 0.5 ملي أمبير, و VSDQ بده إياها تساوي لنا 2 فولت. تمام. إذا كيف ممكن, إذا أول ما نشوف دائرة أنت MOSFET Enhancement Mode, طبعا أنا ناسي هنا آسف, طبعا بصير هيك لكن عشان نوضح لك إنه يعني خلينا نحط هيك عشان يكون واضح إنه MOSFET, وزي ما انتم شايفين من النوع PMOS. فبدنا نوجد ال VSG دائما, يا اذا كان N type بدك توجد ال VGS, اذا كان P type بدك توجد ال VSG. كيف ممكن نجد ال VSG؟ احنا let's assume انه هذا الترانزستور, assume انه ال PMOS operates or works in SAT mode or SAT region. تمام؟ فاذا كان في SAT region فاذا then ID SAT تساوي لنا ال KP في ال VSG ناقص ال VTP, آسف, زائد VTP تربيع. تمام. عندي ال IDS هي معطيني اياها IDQ او اوكي IDQ اوكي, وعندي ال KP وعندي ال VTP. شو الواحد ما عنديش VSGQ. اذا VSG Q شو راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا الجذر التربيعي لل IDQ على KP ناقص ال VTP. يساوي لنا ال IDQ قديش قيمتها؟ هي 0.5 ملي أمب, وال KP تساوي لنا 0.2 ملي أمب, طبعا ملي أمب لكل فولت تربيع. تمام. ملي أمب لكل فولت تربيع. تمام. مضروبة في او اسف مج زائد ولا ناقص, الان بدها تصير ناقص ال VTB. هذا الحكي راح يساوي لنا اللي هي طبعا احنا بنعرف انه الجذر هون راح يكون جذر 2.5. اذا جذر 2.5 ناقص اللي هي VTB تساوي لنا ناقص الناقص زائد 0.6, وهذا الحكي رايح يساوي لنا اللي 2.18111 فولت. إذا هاي فولتية شو؟ فولتية VSG. إذا VSG شو بيساوي لنا؟ بيساوي لنا VS ناقص VG. طب أنا بدي أعرف VG, ليش بدي أعرف VG؟ لأنه إذا عرفت VG بدي أحاول أوجد R1 وR2. إذا هاي من هاي المعادلة عند ال VSG وعند ال VS. ليش ال VS؟ قديش ال VS؟ VS بتساوي لنا هي نفسها ال VDD. إذا تساوي لنا VDD. إذا VG تساوي لنا اللي هي ال VS ناقص ال VSG تساوي لنا VDD
ناقص VSG وهي تساوي لنا 3.3 ناقص 2.1811 فولت، وهذا الحكي راح يساوي لنا 1.119 فولت. إذا وجدنا الـ VG. طيب قيمة الـ VG قديش ممكن نجدها إحنا voltage division صح؟ VG تساوي لنا VDD في R2، إذا VG but VG تساوي لنا اللي هي الـ VDD في الـ R2 على R1 زائد R2. تمام؟ إذا عندي قيمة الـ VG، عندي قيمتها قديش قيمة الـ VG تساوي لنا 1.119 فولت. طيب شو رأيك لو ضربنا الطرفين بـ R1؟ لو ضربنا الطرف هذا في R1 وهذا الطرف في R1، تمام؟ هاي صارت تشبه مين؟ اللي هي R1 parallel مع R2. إذا هاي قيمتها R1 parallel مع R2. فإذا R1 إيش بتساوينا منه؟ R1 تساوينا VDD على 1.119 مضروب في R1 parallel مع R2. حط ليهم كلهم بالأرقام بيطلع معك كالتالي. إذا R1 تساوي لنا 3.3 على 1.119 في 300 كيلو، راح يطلع معنا قيمتها 884.83 كيلو أوم، وهي تساوي لنا تقريبا 885 كيلو أوم. هيك إذا أوجدنا R1. تمام، كيف نوجد R2؟ بنفس الطريقة. R2 نعرف إنه R1 parallel مع R2 يساوي لنا R1 في R2 على R1 زائد R2، وهاي قديش قيمتها تساوي لنا اللي هي معطينا إياها في الـ في الـ في السؤال 300 كيلو أوم. فإذا هذا يساوي لنا 300 كيلو أوم، ومنه R1 مضروب في R2 تساوي لنا 300 كيلو في R1 زائد R2. أنا شو اللي طلعت قبل شوية؟ طلعت R1، إذن هاي عندي معلومة R1 معلومة، R2 مش معلومة. إذن لو نقلنا R2 هناك، إذن عندي R1 ناقص 300 كيلو في R2 راح يساوي لنا 300 كيلو في R1 بالأرقام 300 كيلو في 884.83 كيلو، تمام؟ على R1 قديش قيمة الـ R1؟ هي 884.83 كيلو ناقص 300 كيلو، هذا حي كله يساوي لنا R2. R2 يساوي لنا 453.89 كيلو أوم، وهذا تقريبا يساوينا 4.54 كيلو أوم. تمام، هذا كله على أساس إنه إحنا شغالين في السات، لكن أنا يمكن ما وريتكم. لازم على فكرة بعد ما أنت توجد قيمة ال VSG بدك تتعرف إنه إذا كونه هو في، لازم بناء على إنه كونه في حالة الساتوريشن أو في حالة اللينير مود. احنا عندنا بعد ما نطلع هاي تيجي بتتأكد، انا ممكن ما وريناكم اياها معلش. اذا كانك الان تتأكد قبل ما تمشي بالخطوات هاي، تشيك هل ال في اس دي كيو هذه اللي اعطاك اياها في السؤال، هل هذه تساوي هل هذه اكبر من في اس دي سات؟ In which VSD sat، شو بتساوينا VSD sat؟ VS okay، VSD sat شو بتساوينا؟ VSD sat بتساوينا VSG زائد VTP، وإحنا طلعنا قديش 2.18 زائد الناقص ناقص 0.6 يساوينا قديش بالآلة الحاسبة؟ 2.18 ناقص 0.6 بيطلع 1.58
هل ال VSD اللي طالبها أكبر من VSD؟ Yes. فمعناته أنا really I am indeed in SAT mode. Okay. بس هاي معلش لازم تعملها قبل ما تمشي في خطوات هذه. Okay. فوجب التنويه. شكرا.